إذن نتطوف في العالم من حولنا ونقف على التأثيرات. معنا نادية البلاسي وهي محللة الأسواق في إكويتي جروب. نادي أسعد الله أوقاتك. دعينا نتحدث عن الإنفليشن والتضخم في أمريكا ويعني التراجعات والتوقعات إلى 7.9%. إلى أي مدى يستصحب الاحتياطي الفيدرالي هذه المعطيات في قراراته المرتقبة؟ ما الذي يؤثر عليها؟ نحن لدينا مؤشر أسعار المستهلكين، ويبدو أن باول في اجتماعه الأخير قال أنه سيقرر حسب معدلات الفائدة حسب كل اجتماع. لذلك فإن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين مهمة اليوم، لأنه قال أنه سوف يربطها بالمؤشرات الاقتصادية. إذا كان لدينا مؤشرات اقتصادية يمكنها أن تساعد وتيرة الإبطاء، فإننا سنتوقع رفع معدلات الفائدة بخمسين نقطة أساس. أعتقد أن المستثمرين والمتداولين كانوا حذرين وأنهم يعولون على 75 نقطة أساس، ولكن التراجع في أرقام مؤشر أسعار المستهلكين ب 7.9% يعني أن الفيدرالي سوف يخفض من وتيرة التجديد. إذن نادية، بكل تأكيد جميع المستثمرين أيضا يترقبون نتائج الانتخابات التجديد النصفية في الولايات المتحدة. إلى حد الآن لم تتحدد الملامح الواضحة لنتائج هذه الانتخابات. برأيك كيف وقعها على تحركات المؤشرات الأمريكية وأيضا على تحركات الدولار؟ هذا الأسبوع كان لدينا أسبوعا متذبذبا وأداء متقلبا أمس في الجلسة الأمريكية، وذلك لأن المستثمرين لا يتطلعون فقط إلى الحزب سواء كان جمهوري أو ديمقراطي، ولكن إلى جدول الأعمال الخاص بالحزب. إذا الجمهوريون سوف يدعمون أسهم التكنولوجيا والأسهم الدفاعية، بينما يدعم الديمقراطيون الأسهم التي تعد صديقة للبيئة، وذلك ليس جزء من الأجندة. لذلك هناك حذر من قبل المستثمرين أو مترددون قبل أن يقومون بتحديد مراكزهم، لأن هناك الكثير الذي ينبغي أن يأخذوها في الاعتبار قبل أن يروا أجندة الحزب. نعم، دعينا إذن نتحدث عن الذهب أيضا في ظل هذه المتغيرات، انسحابات في الحرب الروسية الأوكرانية أيضا تؤثر على أسعار النفط من جهة، ودعينا نقف على الذهب وتحركاته مع الدولار في ضوء تحركات الاحتياطي الفيدرالي أيضا. قطعاً مع الوتيرة الأبطأ التي نشاهدها في الدولار وضعف الدولار، هذا يدعم أسعار الذهب وأن يكون فوق مستويات 1710 و 1713. نشهد بعض الإيجابية في أسعار الذهب حالياً، كما أن هناك الكثير من عدم اليقين في الأسواق، سواء عدم اليقين السياسي أو المتغيرات التي تؤثر على أسعار الذهب. ومن الناحية الأخرى أسعار النفط لا تزال تحت الضغط، وذلك بسبب عدم اليقين في الأسواق، حيث أننا ننتظر أرقام مؤشر أسعار المستهلكين. كان هناك توازن بين العرض والطلب في الوقت الحالي. إذن عندما نحصل على هذا التوازن قطعا سوف نرى أن أسعار النفط ستظل تحت الضغط. إذن كنت معنا من دبي نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. Thank you guys.